بإشراف اتحاد الطلبة والتعاون مع الجامعات السورية وفروعها في المحافظات، افتتح في المركز الثقافي فعالية عينك على اختصاصك، والتي تهتم بتعريف الطلاب المقبلين على مفاضلة القبول الجامعي بماهية الكليات والاختصاصات التي سيتقدمون لها ومساعدتهم على اختيار الأنسب والأفضل لهم. فعاليتنا اليوم هي عينك على اختصاصك، لأطلق الاتحاد الوطني طلبة سوريا بجميع الجامعات السورية وفروعها للتعريف بالأقسام الموجودة بهي الكلية، عدد السنوات التي تدرس بهذه الأقسام، بالمواد النظرية وما هي المواد التي تحوي جزء عملي منها، ما هي فرص التوظيف بعد التخرج، والتوعية يكون الطالب يختار فرعه برغبة منه. مهمة هذه الفعالية هي تعريف الطلاب المقبلين على مفاضلة القبول الجامعي لعام 2022-2023 بماهية الكليات والاختصاصات التي سوف يتقدمون لها، الكوادر المشرفة على إدارة هذه الطاولات التي نراها سوية بما تحتويه من مشاريع وأعمال طلابية مؤهلة لدرجة كبيرة لشرح المعلومات المختصة. نحن اليوم افتتحنا هذا المعرض كرمال الطلاب لحتى يتعرفوا عن كل كلية وأقسامها وشوي عن مشاريع. هذا المعرض بيخدم الطلاب، يعطيهم شوي فكرة كيف شو نحن عنا مشاريع بهي الكليات. احنا عنا 7 كليات بالسويدة، كل عميد كلية رح يشرح عن الكلية اللي وعن مشاريعها وعن أعمالها. الاختيار الصحيح والمناسب من أهم مقومات نجاح الطلاب وتفوقهم ودخولهم إلى سوق العمل بقوة، وهذا ما يسعى اتحاد الطلبة إلى الوصول إليه من خلال المتابعة والاستمرار والتنسيق مع كل الجهات لإيصال الطلاب إلى مبتغاهم. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.